جيت ومن جيبس، مرحبا بكم من الحامة. احكي لنا على الوضع الوبائي غاد. والله ما نحت شيء، لاباس علينا الحمد لله يا ربي، نخرج ونحوس ونتفرهدوا كلك. لاباس علينا الحمد لله. شبينا جابس على غالب البرد خايف كورونا بالحق، حاجه قويه ياسر. وضعنا مش حاب، وضعنا خايب شويه، وضعنا خايب شويه على البرد خايب، تلوث كل شيء. وقلت لك توا فازة كورونا هذه اللي برشا مصابين في مدينة الحامة، كيفاش قاعدة تتعامل معاهم الدولة؟ والله شنو خايبة، ما هيش ما عملوش الواجب بالحق، الواجب ما فمش بصراحة. توفوا برشا، مدريش وضع كارثي. ما الإجراءات اللي اتخذتهم الدولة غادي في الحامة ضمانا لعدم انتشار وباء الكورونا؟ ما فما حد شيء، ما جونا حتى لا جنا مسؤول لا حتى شيء، لا مسؤول لا حكومة كيف كيف. الواحد يحب راحة. تقريبا أختي لحد الآن قديش من حالة متاع إصابة بالكورونا؟ 500 حالة، حالته كاكا 8 ميتين وما بقى كلها مرضى مساكن. تقييمك انت كمواطنه من الحامه من جيبس لتعامل الدوله مع هذه الكارثه الصحيه غادي؟ حقي يوقفونا، يتلهوا بينا، يتلهوا بالبرط، نحونا البرط هكا هو باش يهلكنا. شطر عبادنا مرضى بالكونسير، احنا امراض كلها فينا، الحساسيه فينا، الامراض الكونسير فينا، كل شيء فينا. وحنا اللي نمولوا في الدولة وكليك، حنا نمولوا في الدولة وكليك، والدولة ما عملت لنا حتى شيء. احنا فيها جابس البرت حقي ينحو، البرت يتنحى. شنو مشكلة البرت؟ مشكلة البرت تلوث اختي، بكل تلوث، الناس كلها مرضى بي، احنا كلها مرضى بي. حق نوقفوا لبلادنا ونخرجوهم، احنا نمولوا في تونس، هما ياخذوا في الفلوس وحنا نمرضوا. شنية وضعية المرضى بالكورونا اليوم في الحام؟ حالة كارثة، كارثة كبيرة زادة مساكن، ما يجي حدا حد وما يطلع لهم حدا حد وما قابلهم حدا حد، ناس تموت في الشارع وكما إيطاليا. ما عنا حد شي احنا، ما داوتهمش الدولة؟ لا لا، جت الوزيرة ما عملت لنا حد شي، جت الوزيرة مش ما جتش، اما ما عملوا حد شيء. شكون الوزيره؟ تقصد في الدكتور انساف بن عليا رئيسه المركز الوطني للامراض الجديده والمستجده؟ هيك هي اللي جتنا انساف بن عليا، ما بقى ما جانا حدا حد. شنو الاجراءات؟ سكروش اماكن عموميه؟ ما عملوش حد شيء، والله لا سكروا حد شيء، سكروها صحيح مدينه الحامه لكن ما سكروش لقاوي لا حد شيء. قاعده جايه بستخدم لباس علينا، ما يهمهمش فيك انا متي ولا قعدتش. قال لك لازمك تعيشي بالوباء كما انت تعيشي به تويك، عادي جدا تعملي به هكا، هو قال لك لازمنا نعيشوا به.